ازيكم يا جماعه؟ النهارده في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما، رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو واحد من الافلام اللي انا شخصيا منتظرها السنه دي، وهو فيلم اسمه ميجالوبوليس. من الافلام اللي بصراحه اللي انا مستنيها السنه دي لسبب بسيط او سبب واحد بس، ان عوده للسينمات المخرج فرانسيس فورد كوبولا، واحد من المخرجين المفضلين اللي عمل يعني حاجات كتيرة بصراحة يعني فشيخة، منها طبعا سلسلة افلام The Godfather و Apocalypse Now. اخر عمل لي فرانسيس فورد كوبولا كان 2016، اللي هو المخرج كان اخر حاجة كان فيلم مش موفق شوية، هو كان فيلم اسمه Distant Vision، وتقريبا يعني ابتدت اختياراته الاخيرة في السنين الاخيرة يعني ما كانتش احسن حاجة خالص. ده اخر فيلم كان عامله في 2016، وبعد كده كان عامل فيلم اسمه تويكست، فيلم كده فاشل برضو كان 2011. فاختياراته الاخيرة خالص في الكذا سنة اللي فاتوا دول بصراحة ما كانوش احسن حاجة خالص. فرجعنا السنة دي بفيلم ميجالوبوليس، وده مفروض ان هو بقى هيقول لنا العودة، يعني مفروض ان هي تبقى العودة لفرانسيس فورد كوبولا، لان هو مش هيكون هو المخرج بس، ده هيكون كمان هو الكاتب والمخرج فرانسيس فورد كوبولا. ومعانا في البطولة أدم درايفر، ومعانا كمان عودة للممثل شايا لبوف، ومعانا فلورنس فيشبورن وداستن هوفمان وجون فويت، وممثل أنا شايف إنه في ممثلين تقال جدا، ومعانا كمان جان كارلوس بوسيتو اللي هو نفس الممثل اللي كان عامل قبل كده بريكنج باد. فلا أنا بصراحة شايف إن في كاست ثقيل يعني معاه في الفيلم المرة دي، أتمنى إن هو يكون حاجة يعني تليق بتاريخه، يعني الراجل ان الراجل تاريخ بصراحة، يعني فككم من اختياراته العبيطة اللي هي كانت في الاخر دي اللي انا مش عارف ايه كان سببها، بس هو يعني زي ما بيقولوا اكل العيش مر اكيد يعني. طبعا انا كالعادة ما اشوفش التريلر ولا مرة، هشوفه معاك دلوقتي الاول مرة ميجالوبوليس، يلا بينا. اوكي، موعد صدور الفيلم مش مكتوب امتى بالظبط، بس هو مكتوب 2024 وهينزل اي ماكس، وده من الحاجات اللي الواحد لازم يشوفها اي ماكس بقى بصراحة، يعني دي من الحاجات اللي الواحد لازم يشوفها اي ماكس. بصوا، هو انا من الفيلم بصراحة انا ما فهمتش اي حاجة، يعني التريلر مش موضح اي حاجة، ودي من الحاجات اللي بصراحة بسطاني قوي ان التريلر مش موضح اي حاجة. هو اولا مبدئيا هو تيزر، هو مش اوفيشال تريلر، يعني هو تيزر مش اوفيشال تريلر. فهمت بس ان هو يعني ادم درايفر هو ان اركيتكت، وبيحاول ان هو يعمل ريبيلت او بيحاول ان هو يبني تاني نيويورك سيتي، عشان ابتدت تحصل فيه مشاكل ديزاسترز والكلام ده كله، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ بس ده اللي انا فهمته من التريلر، يعني تريلر معقد شويه. بس انا بصراحه اكتر حاجه شدتني في التريلر مش الممثلين، اكتر حاجه شدتني في التريلر الاخراج والسينماتوجرافي. السينماتوجرافي اكتر حاجه شدتني في التريلر. ده تيزر طبعا، وانا بصراحه انا ماي مايند از بلون من اللي انا شفته، لان ده وش هيكون عودة قوية جدا 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 لفرانسيس فورد كوبولا للعالم السينما والإخراج. أنا أول حاجة، أول ما شفت السينماتوجرافي بتاع الفيلم ده أو التريلر ده، أنا أول حاجة ضربت في دماغي بليد رانر 2049، دي أول حاجة أنا شفتها. فمعرفش يعني، أنا معرفش، أنا خايف إن الفيلم ده يطلع وحش، مش عارف ليه، يعني حاسس ان الفيلم ده ممكن، يعني حاسس ان ممكن الفيلم ده يطلع حلو بس ما يجيبش ايرادات، ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تخوفني بقى. بس بصراحه لا، انا التيزر انا شدني جدا، ومتحمس جدا 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 ان انا اشوف الاوفيشال تريلر بتاعه، ما اعرفش ليه. كتمثيل ما شفتش حد شدني شويه، يعني ما شفتش حد شدني صراحه، يعني زي ما قلت اكتر حاجه شدتني هي السينماتوجرافي. يعني انا عندي احساس ان الفيلم ده يعني كسينماتوجرافي هيبقى كمان اعلى من ديون بارت 2. يعني احنا عندنا السنه دي، احنا عندنا بسم الله ما شاء الله ثلاث افلام السنه دي السينماتوجرافي بتاعهم هيبقوا واو، يعني ما اعتقدش ان الاتشيفمنت ان السينماتوجرافي هيخرج من الكاتيجوري بتاع الاوسكار السنه دي. عندنا ثلاث افلام في السينماتوجرافي السنه دي بصراحه يعني لا يعني جامدين قوي. يعني كان عندنا ديون بارت 2 اللي احنا شفناه، وعندنا ميجالوبوليس اللي احنا عملناه تريلر اهو، وعندنا جوكر
يعني جوكر احنا فيلم حلو وفيلم وحش، بس لا الفيجوال كفيجوال افكتس وكسينماتوجرافي والحاجات دي كلها، لا بصراحه انا شايف حاجه وهميه يعني. طبعا انا مش حدي نسبه ترقب للفيلم لان هو تيزر، انا افتكرت ان هو اوفيشال تريلر، بس انا مبهور يعني، انا مبهور باللي انا شفته بجد يعني. بصوا انا مبسوط لان فرانسيس فورد كوبولا رجع يخرج تاني، وحاسس ان الفيلم ده هيكون من الافلام البادجت بتاعها تبقى كبيره جدا، وفي انتاج جامد في 2024 كفيلم ده يعني. بس خايف بقى من ايه؟ خايف ان الفيلم ده ممكن ياخد نفس اتجاه كلاود اتلس اللي هو بتاع فيلم بتاع توم هانكس وهالباري. انا من الافلام اللي انا ما كنتش بحبها بصراحه قوي، معقده زياده عن اللزوم وبتاع. بس اتمنى ان هو يطلع على قد توقعات. انا طبعا مش هقول اي نسبه ترقب ومش حدي انطباع لا ايجابي ولا سلبي، بس انا صراحه من التيزر زي ما قلت اكتر حاجه عجبتني كانت الدايركتنج والسينماتوجرافي. محتاج ان انا اشوف الاوفيشال تريلر عشان صراحه اقيم يعني، يعني حتى عشان افصص ما عنديش حاجه افصصها يعني، محتاج اشوف الاوفيشال تريلر ان شاء الله لما ينزل. بس ده من اللي انا شفته بجد ده حقيقي، اطلع واقول ان ده اي ماكس لازم، ده وش ده اي ماكس لازم، ولازم اشوف الاوفيشال تريلر لان التيزر مش التيزر بصراحه مش قايله حاجه خالص يعني. ومبسوط، انا مبسوط ان في ادم درايفر لان هو من الممثلين برده المجتهدين جدا 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 بقاله في اخر كام سنه. زي ما قلت مش حدي نسبه ترقب، فهستنى احسن الاوفيشال تريلر لان عايز اشوف الاوفيشال تريلر هيقول ايه في الفيلم ده، واتمنى بصراحه يعني يعلي كمان الاوفيشال تريلر يعلي كمان على التيزر يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم ميجالوبوليس. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل التاني اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.